اولا مبروك علينا الفوز هذا اللي ديساج غير واحد الاريحي اكثر على الكونفيونس اكثر. رجع المباراه الحمد لله نقدر نديروا جميع زعما الطرق باش نوصلوا للهدف باش نبداو 3 بوين اليوم داكشي اللي تاثر علينا. كنتمنى ان شاء الله نكملوا في مسار ديال النتائج الايجابيه ان شاء الله في التطور باش في المباريات القادمه. وبالفعل شفتي المباراه ما كان سهل امام فريق اللي شاو ما خاصش يخسر دونك يلعب جميع الحدود ديالو. حتى حنا دورنا قدرنا نديروا المباراه كيف قلتي كل ما قدرناش ما عرفنا واش غتحل المباراه قدرنا نكملوا قدرنا نأسستيو باش نوصلوا للادفيرسير. والحمد لله تأثرنا الهدف اللي غالي 3 بوان اللي غالي في هذا الوقت هذا دونك كيف قلتي العياء صراحه كاين العياء كاين تراكم ديال المباريات. كنتمنوا ان شاء الله يكون كلشي واجد للاعبين اللي جميع الفكشي يكون واجد ان شاء الله باش يدخل هذيك كنديروا ونتمنى ان شاء الله تكونوا في المصاد ديال النتيجه. الحمد لله على هذه النتيجه ديال اليوم 3 نقاط بالنسبه لنا مهمه بزاف كما تعرف جميع الماتش اللي فات اننا ربحنا غير 3 بوان اليوم ما سمحتش لينا اننا نتعادلوا او نخسروا الا اننا نربحوا من بعد المقابلات اللي غادي نتشرفوا فيها الخساره السعودي. الحمد لله النتيجه غتعطينا واحد الحافز واحد الدعم اننا نزيدوا نشتغلوا مع المدرب الجديد. الهدف ديالنا ان شاء الله هو نهايه الموسم ان شاء الله نتوجوا باللقب. نشكر الجماهير اللي ديما السند ديالنا في ظهرنا حتى تشوفوا اللوحات اللي تيديروا في الملعب تنبغي نشكرهم بزاف بزاف ونتمنى ان شاء الله كما قلت في نهايه الموسم نفرحوهم. الحمد لله يعني هذه هي نادي الوداد واللي يلعب في نادي الوداد لازم يكون عنده يعني معلومه يكون عنده شيء ان احنا لازم ديما نكونوا متصدرين للمجموعات في تشامبيونز ليغ ان احنا لازم نكونوا يعني ديما متصدرين وديما الاولين. دابا نركزوا في البطوله عندنا ماتش حتى هو صعيب وبعدها نركزوا في الماتش اللي ما يكونش سهل حتى هو ضد بيترو في انغولا حتى هو هذاك الماتش هو اللي ياكدنا يعني منصه المجموعه باش نخشوا الدور الثاني وحنا متصدرين. زي ما تعرف شوف الماتش اليوم ما كانش سهل صراحه وزي ما تعرف ما كانش سهل على خاطر ان الماتشوات قراب على بعض يعني كل اسبوع تلعب 3 مباريات ما هيش سهله ان شاء الله يعني مع المدرب الجديد وبدينا يعني نوالف التكتيك نتاعها والخطه نتاعها ان شاء الله باذن الله مع المباريات حتى هو يزيد رتم المباريات والفيزيك يعلى ان شاء الله باذن الله حيكونوا يعني المباريات الجايه يعني تكون هي الحاسمه ان شاء الله باش نديروا بها شيء في البطوله ان شاء الله. سيتي امبورطون دو غاني سي سوار بي امبورط لا مانيير parce que la Ligue des Champions s'est qualifiée en phase des groupes donc ça demande beaucoup de concentration et gagner tous les matchs de la maison donc on a eu beaucoup de difficultés à marquer ce soir malgré les occasions qu'on a eues. Donc voilà, je dirais Inch'Allah Dieu nous a permis de gagner ce match ce soir. C'est à nous maintenant de rentrer dans le labo, aux entraînements, de corriger ça, ce qui n'a pas marché. Pour la phase retour, donc voilà, phase retour, on a deux matchs, je pense qu'on a deux matchs à l'extérieur. Donc voilà, c'est à nous maintenant d'être solidaires et rester concentrés pour arracher la qualification. Donc ça ne sera pas facile, c'est à nous maintenant de rester concentrés. Dans l'ensemble, nous ferons la différence. On sait très bien que moi également, je suis nouveau ici.